1650 1600 1700 هاي بجير ها ها نظيف 1800 عبور 1008 الله يبارك لي سم المهرجان يقام الآن للسنة الثانية على التوالي وحدث نقلة نوعية كبيرة في المهرجان من ناحية التجهيزات ومن ناحية عدد المشاركين بلغ عدد المشاركين حوالي أكثر من 80 مشارك غالبيتها مزارع مناحل وأيضا أصحاب المشاتل المختصين في زراعة الحمضيات من الموالح طال عمرك أبو سرة والفالنسيا واليوسف بأنواع الكينو والكلمنتين والكيموكوات وأنواع الليمون والأضاليا وبنزهير وكذلك جريب فروت بأنواع الأحمر والبوملي وأنواع عدة من الحمضيات مدينة الحريق هي إحدى مدن المنطقة الوسطى تتميز بخصوبة أرضها وكثرة وفرة المياه أحد العوامل المساهمة لهذه المدينة أن تكون تربتها خصبة لزراعة الحمضيات وبإنتاج وافر حيث تبلغ عدد الأشجار الحمضيات في مدينة الحريق حوالي أكثر من 100,000 شجرة شرفوني بدخولهم مزرعتنا كل خير موجود وانبسطوا فيها واستمتعوا فيها والأجواء طيبة وتعارفوا مع بعض فيه ناس يعني من مدة طويلة ما التقوا في هالمناسبات والتقوا في هالمزرعة المباركة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا مزرعة الأخ محمد الخثلان إن دل على شيء فهو يدل على الكرم الذي فتح المجال للجميع الجميع أتى لهذه المزرعة وبدأ يقطف من هذه الثمار ويتناول من هذه الثمار فأسأل الله سبحانه وتعالى له أن يبارك له في ماله وحاله وأولاده ومزرعته 1005 2000 2005 3000 ومية إبراهيم يلا يا إبراهيم عطنا سومك 4000 أرجع حسن أرجع قد تم زيارتنا في هذا المهرجان أعداد كبيرة جدا لم نكن نتوقعها والله يحييكم أنتم وضيوفنا وزوار المهرجان تطمح مدينة الحريق لأن تكون سلة الحمضيات في المملكة وتطمح إلى تصدير إنتاجها إلى لتغطية باقي مدن المملكة